قراءة التاريخ تتطلب قارئاً حكيماً يسعى بين المصادر المتضاربة بعين الباحث عن الحقيقة، فيقارن ويراجع ويتوثق، وكذلك هو جامع المقتنيات التاريخية، لا يرضى إلا بالأصيل من الأعمال والسليم من القطع، حتى تكون فعلاً لا وصفاً تحفة من النوادر. اللي يميز مقتنياتي الخاصة الأشياء اللي هي تكون أشياء نظيفة، ويعرفوني الجماعة أني أنا أجيب نوادر وأسافر أساس أجيب القطعة النظيفة وأشوفها وعاينها يعني وأجربها قبل لا أخذها أقتنيها. بديت أجمع الأشياء القديمة هذه من التسعينات، يعني بديت بالأشرطة وعقب بديت بالأسطوانات، بديت بالكاترج اللي هو أكبر من الشريط كذي الكاترج، بديت بالإلكترونيات المسجلات الروادي والقديمة، هاي بداياتي يعني. وعقب استمريت يعني أي شيء أشوفه قديم من سواع من تلفزيونات قديمة من عملات من طوابع، أي شيء قديم ونادر أقتنيه يعني، واستوت عندي الخبرة يعني، فدخلت في هالمجال، أي شيء قديم أشوفه أقتنيه. جتني الخبرة من أروح متاحف، أروح مزادات، أسافر دول، أروح أماكن قديمة، يعني بازارات، مثلاً أروح مصر، أروح السعودية، أروح عمان، أروح يعني كل مكان فيه قديم، وأروح أدور يعني الأشياء هاي القديمة والنادرة. في طال عمرك في أشياء مؤرخة عليها تاريخ، وفي أشياء يعني ما عليها تبين بالقدم، وفي ناس مختصين يعرفون هاي القطعة نادرة مثلاً، فيصير عليها تنافس. يوم ندش المزاد مثلاً كل حد يأخذ نصيبه يعني، مثلاً هاي القطعة عجبتني أنا أخذها. عندي ساعة أمريكية قديمة يعني، يمكن والله يا في العشرينات في الثلاثينات، قديمة وشحنتها يعني شحن، فحتى الزجاج انكسر زجاج الساعة، وهاي الساعة تشتغل بالتكويك بالربط بالمفتاح يعني، مش بالبطارية ولا يعني الكهرباء ولا شيء، بالمفتاح، وتحتاج صيانة وقطع غيارها شوي نادر، فأجيب أنا الساعة وأفكها وأشوفها وأصلحها، يمكن يعني مرات أطلب لها قطع غيار يعني أجيبها بالنت، وتأخذ فترة طويلة، فالكواليتي مالها يعني الخشب يبين قديمة، الماكينة مالها قديمة داخل، المفتاح مرات تيك بتاريخ داخل مكتوب تاريخ يعني، لا مختوم في الساعة نفسها. وعندي ساعة ألمانية بعد من الثلاثينات والأربعينات، فأنا بروحي أصينها هاي الساعة، أفكها يعني برغي برغي وأزيتها وبالدبل فورتي وبالصيانة، إذا في قطعة مثلا خربانة أبدلها. أنا أحب السوع هذه لأنها قديمة ومن النوادر، وأحرص أن تكون نظيفة وشغالة، فيوم أجي أفحصها لازم تكون عندي معرفة وتكون عندي شيء، أشغل الساعة وأكوكها وأفتحها وأشغلها بروحي أنا، وتبين الساعة إذا تشتغل ولا ما تشتغل، فيها مفاتيح، في مفتاح 3 كوك، في 2 كوك، في 1 كوك، الفرق بين الساعة القديمة والجديدة اللي هو المفتاح. يوم تشغل لا ما تحتاج بطارية، ما تحتاج الساعة القديمة تحتاج يعني شيء، ومن الخشب الأصلي القديمة والكواليتي الأصلي، وتشتغل عندك تخيل من فترة يعني من القدم يعني، ما بنقول في سوع قديمة من 150 سنة مثلا 200 على حسب مؤرخات. أما السوع الحديثة الحين هذه تيك كواليتي يعني بلاستيك بالبطارية تشتغل، يعني الأشياء القديمة غير.